يخيب صوته الهادئة الحاملة القوية رسالة والهادفة كلمات جعل من الأغنية الملتزمة أداة لنشر دين الإسلام في تسامحه ومبادئه موظفا لغات حية تتعدى لغتنا العربية إلى لغات أخرى إسبانية وإنجليزية وفرنسية فاقت شهرتها الأمصار وتعدت الأقدار فصار واحدا من أهم المنشدين في وقتنا الحالي في شعبته أربع ألبومات والبقية تأتي آخر أعماله فيديو كليب مصور في قلب قصر الحمراء بغرناطة بالإسبانية عنوانه أندلسية وإشارة صغيرة كان هذا الفنان الذي سنستقبله للتو أول فنان يصدر ألبوما ملتزما باللغة الإسبانية في العالم من فضلكم رحبوا معي بالفنان أحمد البقالي مرفوقا بمجموعته الصوتية الفنان أحمد البقالي سيتحفنا بباقة من أجمل أغانيه فقط أريد أن أنوه بكم أيها الحضور الكريم لصبركم ولحضوركم ولبقائكم هنا في هذه القاعة رغم الوقت المتأخر نسبيا ولكن شكرا لكم لبقائكم هنا وسهرتنا ما زالت متواصلة وفرجتكم ممتعة I'm gonna make you mine.
أمين.